البطولة العربية للأندية البطلة سوسة 2016، مباراة النجم الساحلي الغرف القطري وسط أجواء جماهيرية من طراز عالي جدا اليوم لأجواء حلويس. يلا فلاش انترفيو مش ديال برشا مع فراس سي نبيل الحطاب ونبداو التعليق على مباراة. ليك ربيع معنا المدير الفني للنجم الساحلي السيد نبيل الحطاب. سي نبيل بعد جزء اللي صارت في المجموعة هذه يقول اليوم مباراة تأكيد للنجم الساحلي. صحيح بالنسبة اليوم المقابلة نصورها باش تكون أصعب من مقابلات زوز الأولين. بالنسبة لي احنا الأوبجيكتيف الأولاني هو باش نكملوا في المجموعة الأولاني إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. يعطيك الصحة سي نبيل، نرجع لك ربيع وتعليق على هذه المباراة. شكرا ليك فراس، مرحبا بكم من جديد عشاق كرة السلة. البلاتو اليوم مباراة النجم الساحلي الغرف القطري، النجم الساحلي زوز مباريات زوز انتصارات. الغرف القطري مباراة واحدة في البطولة إلى حد الآن، وفوز 72-70 على نادي الميناء العراقي. مباراة تلوح شيقة وفور جوية، النجم الساحلي فورمة كبيرة في البطولة العربية للأمانة، كل مباريات توصل فيهم تقريبا 90 نقطة، بالتقريبا 50 نقطة في المباراتين الأولانيين، حاضر دفاعا وهجوما. واليوم هل تكون مباراة التأكيد أمام فريق عنده إمكانيات فنية جيدة؟ فريق الغرفة القطري. مرحبا بعطاي العويش المدرب والمحلل الفني لقناة الوطنية. مرحبا عطاي. مرحبا بك ربيع، مرحبا بكل متتبعي قناة الوطنية. إذا المباراة تنطلق منذ ثواني، اللي ستارتير تاع فريدراك بانياريفيتش ما تغيرش شيء الكثير، هما في نوم الخمسة تقريبا اللي بدا بهم كل مباراة. فريدراك رضوان ستيفان ومكرم بن رمضان كمركزي أربعة وخمسة، بلاي ميكر ويلي كامب مركز ثلاثة، بيلي قاعد يعمل في البطولة العربية من طراز عالي للأمانة، وركب سنين كارير عمر الموحلي. هذا بالنسبة لأصحاب القاعة والجماهير، جوستومون قاعة فيها جماهير غفيرة اليوم على حد عشية، مفيش حلوة. الغرفة القطري نجم الساحلي إن شاء الله توفق بكل وعودها الفنية والفرجوية، وبالطبيعة إن شاء الله زينة للنجم الساحلي. الغرفة القطري يبدأ بالخماسي الآتي، يبدأ بعمر عبد القادر كبلاي ميكر كلاعب ارتكاز، أبو الرحمن سعد رقم أربعة، يبدأ بكوني واتسون كيف بيت برانديل وصنع اللعب رقم 26 لاري تومسون وهو الأمريكي. على هذا النادي القطري ويلي كامب
يعمل لك روم اكرم برمضان الدكتور داخل ما يخدش ثم رمضان سليمان كمركز اربعه اكرم برمضان يزون بوست 4-5 هو برشا سدد ثم اين داو تدخل وتخرج كره السكه رضوان سليمان ثم ساخره ثم خطا في الهجوم ضد رضوان سليمان مطلوب ليزون مركزين اربعه خمسه كيف كيف بين رضوان ومكرم لاعبيه طويل عنده تقريب في مترو 4 مترو 3 مترو 5 يلعبوا مليح الداخل كيف كيف يسدوا مليح مسافات المتوسطه رضوان كيف كيف ينجم يسدد حتى مسافات البعيده في المقابل اللاعبين الخارجيين بطراز عالي في الادوال بوحلي ويلي كام وكما قلنا بيلي كلارك نجم الساحلي نقاط بوتو والغرافه القطري طويل برشا الفريق يعول اكثر على عمر عبد القادر لاعب طويل لكن وقع اخراجه منذ قليل و التعويل على سيدو حاج الداي لاعب ارتكاز بدوره فريق حركي يحب السرعه يحب التسديد يحب يجيب باس بريك الفريق القطري منذ بيت خاصه في الروبي ديفونسيف التسديد من بعيد موجود مكرم مطمئن وموجود مكرم برمضان في الالتقاطات الدفاعيه وعلى الكرات الثانيه كما رينا في اول هجوم النجم الساحلي التسديد من بعيد ثم يؤكد مكرم لكن ما كانش فما دعم واحد الكراكات مكرم برمضان تقطع الكره وترجع للفريق القطري 10-9 تاز الدفاع الدفاعي ويلي كام كاني به ماني تايم شفتوا الجرينتا في الدفاع النجم الساحلي وكاني به نهايه المباراه يلعب كره الكل في الدفاع يحاول يعمل انترسبسيون ما يخافش حتى من الاخطاء وكاني بالنجم الساحلي يعرف اللي لونتام البدايه باش تحدد طبيعه المباراه على الصوره لاري تومسون لاعب من طراز جيد امريكي الاثنين لاعب لاعبيه جانب في الغرفه القطري اكرم برمضان ثم بيلي ثم خطا ثم الفاول خطا معلن ضد بين براندل الامريكي هنا على الصوره واحد من ثلاثي التحكيم قلنا اماراتي مصري عماني تذكروا تارك بن فيصل هيكل الفلسطيني مصري التحكيم في هذه البطوله العربيه واجواء رائعه في قاعه فيصل اليوم اجواء رائعه جماهيريا عطت رونق لبداية هذه المباراة فيلي كام حاول يتعدى ثم ممتاز الاعتراض الدفاعي من سيدو ممتازة التغطية الدفاعية واضح السكاكين واضح الفرجة النجم الساحلي ما عندوش أسرار كبيرة بالنسبة للمنافسين يعرفوا نقاط بوتو يعرفوا كيفاش يلعب شافوه في بطولة الحريري شافوه في المباريات يعني لهنا قيمة المشاهدة والليسيون دو فيسيوناج كيف كيف لازم النجم الساحلي يغير في الريجستر دو جو في الاتاك نتاعو باش يفاجئ المنافسين نتاعو كره قطريه ثم تخرج تون اوفر يحصل بوتو فريق الغرافه وترجع بامتلاك لفايده النجم الساحلي واضح ربيعة اللي المدرب موسي درس منيح باش النادي الساحلي شفناه توا بتغيير المنافسين المقابلين بعد التسديده الثانيه للاعب ويليام كلارك والنجاعه اللي قاعد يلقى فيها اللعبه هذايا غير المدافع نتاعو حتى عليه المدافع ظهر لي محضر للنادي الساحلي محضر المباراه شفنا تغيير من دفاع رجل لرجل الى دفاع منطقه ان شاء الله النجاعه تكون من حليف نجم النادي الساحلي خاطر تصاب الدفاع المنطقه اللي قاعد يكون فيه الفريق الغرافه ممكن نلقاو شويه صعوبات باش نكملوا الفتره الماليه اكثر يا حي اربع دقائق على نهايه الكرتون الاولي وني يلعب مع السيدو والفاول ياخذ الخطا الغرافه حاولت اشراك لاعبين ارتكاز في هجمات الغرافه رقم سبعه بوني واتسون عنده امكانيات جيده على المستوى السكورينغ على مستوى التسجيل وكذلك على مستوى صنع اللعب والرؤيه وذكاء في التمرير والاسيست كنا توقعنا بدايه مباراه صعيبه لانه فريق الغرافه تيوريكمون مستواه اعلى فنيا من المباريات الاولانيه اللي خاضها نجم الساحلي امام داليت بروفاليا وامام السيبا العماني 10-9 ويلي كام كصانع لعب رضوان
بيني كلارك على الكورنر وحده منه بين شاتيان مرة البوحلي يدور على الاقل في 50% وقت اللي يقربوا وحده وقت اللي يقربوا في وضعية تاع تسديد مفتوح يعني تيرو فير يعني تسديد ترتاح ويكون دفاع احصائيته عالية عمر يعطي مع اربعة ضد الفسيحلي كرة قطرية لالي داخل مقطوعة من فضل النجم الساحلي يمشي للفوتراتاك يمشي للفوتراتاك الهجوم المعاكس ميني كام يعمل أول بريك تقريبا في المباراة ويخلي كوتش غرافة يطلب التايم أوت يطلب الوقت المستقطع مع ستة للنجم الساحلي قصي حاتم المدرب العراقي منذ 7 سنوات طيب فريق الغرافة يعرف يصبر على الإدارة الفني يعرف يختم على البرامج الطويلة لأنه المدرب الأول قصي حاتم العراقي 7 سنين على بنك الغرافة والمدرب العام يعني شو المدرب والمدرب العام 5 سنوات الغرافة يعني ما بعضهم على الأقل يخدم بعضهم 5 سنين الإدارة الفني لنادي الغرافة القطري هذا يمكن نقصنا شوية في الأندية التونسية استمرارية على مستوى المدربين جوستومون قلنا يطلب قصي حاتم التايم اوت بعد تقريبا 6 نقاط تسبقيه للنجم الساحلي اللي 15 نقطة في ثلاثية و 12 نقطة كانت على لعب داخلي او جو ترانزيسيون يعني ما عملش برشا على التسديد من بعيد اليوم النجم الساحلي تقريبا تسديدة واحدة ولا اثنين وتسجل منهم واحدة بس. طبيعة بعد النجاعة نرجو نأكدوا ان النجاعة هي مفتاح الدفاع اللي قاعد به فريق الغرفة بعد الدفاع مدخل النجم تفكوا كيف بالنجاعة من تسديد مدرسة نقاط نجم نادي الساحلي بعد عمر الروحي ولا كلارك ولا حتى مجد بنقطان نعرفوا لاعب كين او الكورة لكن تيرو فير مع النجاعة نصور انا فريق الغرفة باش يبدل الدفاع نتاعو خاطر هكا ما نجمش يلقى ما نجمش يفوت نجم نادي الساحلي. كرة داخل محاولة الدانك ثم الاعتراض ثم فاول. كانت حلوه اللقطه نتاع الحاج الداي سيدو حاب يمشي للتانك الفاول السكه من رضوان سليمان حاب يعمل الكونتر مع البلونش حاب يعمل البلاك شوت عمل الفاول يدخل زياد التوني منطقيا ما كان رضوان او عمر ما كان رضوان لانه رضوان سليمان ارتكب خطأين ارتكب خطأين رضوان وقع تغييره بالوقت بعد 6.5 دقائق خطأين كثير على تدريس بتاع فاول الخطأ الثالث مازلنا نلعبوا كارتون رول مازلنا نلعبوا الفترة الأولى ما حبش يخاطر بريدراك رتح رضوان وأقحم زياد التومي قصر شوية في الخماسي بتاعه وهكا يدخل بوني يمكن مع مكرم اكثر كمركز 4 مكان رضوان ويخرج زياد التوني كمركز 2 ويصبح عمر الروحي في المركز 3 ويلي كام من بعض الثواني تسديد من بعيد ثم حاولت الانتقال خرج كرة لاري حاولت تسديد من بعيد غير ناجحه موجود زياد التوني في الانتقال عمر عبد القادر رغم مقامته ورغم انه الهجوم كان 24 ثانية تسرع في التسديد لأنه أول تمريرة أول البوسيسيون هو لاعب ارتكاز وديكروش وصلوا من بعيد طاح شوية في التسرع ويحب يخلص الفارق بسرعة فريق الغرافة وعامل هذا يستغل النجم الساحلي توني واتسون هو تمريرة ينجح عمر عبد القادر قلنا من اخطر الملاعبية على الصورة نشوف فيها عمر عبد القادر لازم نردوا بالنا من الملاعب هذا بوحلي سدد هنا داود الفرطوق شكون عمر بوحلي موجود كبلاي ميكر لاري تومسون الامريكي يلعب مع بوني يسدد من بعيد بوني واتسون يعمل ايربول ثم مكرم برمضان طلع كرة مكرم ويلي كلارك ويلي كامب استحضر على كونتو ويلي كامب حتى يوصل بوسيسيون للاخر
بيلي كلارك، ثم عمر المهلي في الكورنر على اليمين المرة هذه ما يسجلش. سنة ثلاث مرات نجح في واحدة عمر المهلي عكس الهجوم. أبو عبد الرحمن يرفع الكرة ثم فاول ثم خطأ. لفيت الفريق القطري بعد الفاست بريك من أبو الرحمن سعد رقم أربعة. كيف العناصر يستمرون بيننا منهم علاش؟ لأنه في الجيم 1 في المباراة الأولى في الجولة الأولى ضد ميناء العراقي أبو الرحمن سعد سجل 19 نقطة. بوني واتسون سجل 18 نقطة ولاري سجل 20، يعني واضح التريانجل اللي يكون فيه الغرافة القطري. هذوما بعضهم سجلوا 60 تقريبا من 72، يعني ما فماش أسرار كبيرة، واضح التريانجل هذايا المخطر يستمرون بيننا منه كما قلنا أبو الرحمن سعد بوني واتسون وبين أولاري سجلوا بعضهم قريب 60 نقطة من 72 في المباراة الأولى. حديثي أكتو ربيع هذا هذه المنطقة تاع المباراة تاع اليوم الثلاثي هذايا والثلاثي خطير، خاصة نرجع للاعب لاري ولاعب واتسون اللي قاعدين يقوموا بالهجومات المعاكسة، خلينا نقولوا الهجوم ترانزيسيون تاع الفريق هذايا واضح دفاع منطقة، خاطر شفنا أن الفريق هذايا معناها يعاون كان على تسعة لاعبين هذاك علاش قاعد يلعب في دفاع المنطقة نتاعو هذايا وقاعد يعاون برشا على الهجومات المعاكسة واللعب ترانزيسيون. يلزمنا نرد بالنا، يلزمنا نقدروا المشاعر نتاعنا، يلزمنا نعاونوا ونعاونوا ونرجعوا ونطلبوا على اللاعب الداخلي على مجرى البلوكات باش نقاوموا البنود نتاعنا. كان فما حوار بين زياد الدوبي اللي نعرفوه معروف بالخلاف نتاعو، زياد الدوبي شخصيه 15 لاعب اللي تشعمل مشكل على الباركي، لكن قصي حاتم المدرب يمكن تدخلاته وتشنجه شنج يمكن لاعبين وشنج لاعبين النجم الساحلي. وكان فما حوار بين زياد الدوبي قصي حاتم جوستومون لازم نردوا بالنا على كامل الدوره بصفه عامه من مثل من التنفيذ من بروفوكاسيون من غيره. تسديد من بعيد ناجحه ناجحه من داري، قلنا الثلاثي ماهوش ترضى كل عندك فريق ثلاثه منهم يسجلوا 60 نقطه من 72 في المباراه الاولى، يعني مفاتيح اللعب واضحين لازم نردوا بالنا منهم. الثلاثه اللي حكينا عليهم قبيله منذ قليل والدخول لنزار كنيوه معروف بالدفاع وفي الهجوم نزار كنيوه، ثم زياد دومي يمشي للدرايف الاعتراض ياخذ الفاول زياد، ياخذ الخطا زياد التوبي، كان حب يستغل الديكالاج بتاع زوج ثواني لحكايه الثلاثات الكره مليح جوستومون استغل الفراغ اللي كان على اليمين دفاع الغرافه ومشى للسله وخذ الخطا وهكا ينجح النجم الساحلي وقت اللي ينوع كما قلنا في لي سيتياسيون تو في الهجوم، مره يسدد من بعيد مره يمشي للتوغل مره يلعب على مكرم كي ينوع في الهجومات يولي امبريفيزيبل بالنسبه للفريق الفرق المنافس. يدخل عاطف ما يخدم بكر بردو. ظني ربيع المشكل توا بالنسبه للفريق الساحلي هو اللعب الداخلي، خروج رجل سليمان بن عطاء بدري برشا توا كيف كيف بكر بردو كان يخرج ظني عنده خطأين بكر بردو عنده خطأين ظني هذا ممكن يقلق بالنسبة للساحلي في اخر المباريات خاصة في اخر المباراة هذيا خاصة مع وجود عمر عبد القادر اللي عنده امكانيات جيدة في اللعب هذا. ناري يعمل درايف مقطوعة من بوني او من فيدي كلارك يربح الخطا فيدي كلارك ممتاز هذا اللاعب بعد نشوف فيها على صورة لاعبي في البطولة العربية هذه يقدم في اداء خير عادي موجود على الروبون ديفونسيف وموجود فلاني في الكونتر اتاك موجود في الاتاك بلاسي موجود في الـ في الـ في الريجستر الكل بيلي راميتين الامريكي النجم الساحلي يفشل في الاولى. بيلي كلارك 17-14 19 ثانيه على نهايه اولى فترات ثلث اللقاءات للنجم الساحلي وممثل كره السله التونسيه. ذكروا كيف كيف موجود دانيت كرومبيليا في المجموعه الاخرى خسر زوج مباريات دانيت كرومبيليا ويلعب قدوة أهم مباراة فيه في البطولة ضد فريق السيب العماني. السيب العماني زوج هزائم، دانيت كرومبيليا زوج هزائم، قدوة نهائي مرور الربع النهائي بالنسبة للدانية، مباراة إن شاء الله منقولة على القناة الوطنية.
الثانية تنجموا تتابعوها نص نهار ونص، مباراة مهمة جدا للمنافسة في السنة الثانية. غضب كبير ياسر من قصي حاتم على عمر عبد القادر اللي غادر وخلى الحاج الدايس سيدو وجماهير النجم ورا فريق جماهير النجم في اجواء كبيره ياسر. خمسه ثواني تسديد مع تقريبا البزار، مازال ثانيتين، حاولت عكس هجوم سريع لفريق الغرافه تنتهي الفتره. 18 النجم الساحلي، 14 الغرافه القطري. وقلنا انه نجم الساحلي مش تلقى نفس المنافس مع مباراتين الاولين، مع كامل احتراماتنا بالطبيعه للمنافسين، مباراة فيها 54 نقطة و 45 نقطة، لكن الغرافة القطري منافس جيد يلعب باسكيت صحيح، عنده لاعبية كونة مليح، مش مقلق النجم الساحلي حسب اعتقادي ما ينجمش يفوز على النجم الساحلي على لونج، يعني على 40 دقيقة النجم الساحلي باش يلقى الحلول، باش يبدا كاربيري بشوي بشوي حسب رأيي، لكن يقلق شوية من النجم الساحلي على الغرافة القطري. صحيح على فيها جون فيلم نجم الساحلي ما عندوش العقل الشخصي، نجم شخصي خاصة نشوف فريق الغرفة اللي تسع لاعبين فرق، ما تصورش انا كان تسع لاعبين باش يكملوا معناها دقيقة بنفس النسق، نشوفوا فيهم قاعدين يلعبوا بنسق سريع خاصة في تصعيد الكرة مع لاعب لاري، تصور انا 40 دقيقة ما ينجمش يشد الفريق هذايا، زيد مع الاخطاء، زيد مع رجوع مكرم ورجوع رضوان سليمان، واللي تركيز اكثر على اللعب الداخلي اللي قاعد يفيتي فيه فريق الغرافه. باش ناكد كلامك منقوص من خالد ادم اللي هو لاعب دولي غايب لظروف طائره وعائليه على مباراه اليوم. خالد ادم اللي هو لاعب دولي في المنتخب القطري كيف كيف ينجم هذا يزيد يقلق اكثر، ويكون هذا في صالح النجم الرياضي الساحلي لانه موجود انه غائب لاعب دولي في الفريق القطري. ما يلزمناش نسرعوا ربيع، يلزم ناخذوا معناها كل فتره بالجديه بنفس الجديه اللي يبدا بها النجم الرياضي الساحلي. نعرفوا توا كشوف سمول بول كما نشوفوا معناها ايكيب قصيره بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي مع دفاع المنطقه تاع فريق الغرافه، يلزم تكون نجاعه في الهجومات. وخمسه يلعبوا سمول بول منهم ثلاثه دي بوانتور من بعيد، مهدي نجم يشوط، زيد تومي يسدد، عاطف وزيد ونزار كليوا اربعه ينجموا يسدوا من بعيد، ورغم ذلك رينا درايف من مهدي السايح ما يسجلش، مش يلعب على التسديد من بعيد، يمكن مش يلعب على الريتم على لي روفيرسمون، على تلعب من الكوتي الكوتي باش تخلق لي ديكالاج، هذا اللي باش يعمل عليه النجم الساحلي في الدقائق هذه. السرعه سمول بول والتسديد من بعيد، عاطف نزار مهدي وزيد يسدوا مليح من بعيد، و بيلي كلارك وحده في الراكات، شكون مهمته اكثر لزيكرون بيلي. كرة نجم الساحلي نزار كنيوة، نزار كنيوة حاول يمر ثم ماشي بالكرة ضد نزار كنيوة، هنا نزار كنيوة كان مفروض يعمل التمرير، كان فرصة في الهجوم الاخراني، كانش فما داعي للتسرع، خرج له بيلي للكرون باش يتحرر، كان المفروض يتحرر من القاعدة السيتيواسيون، يمرر نزار كنيوة ما يفرسيش، خليها بطبيعتها توجيه الوضعية في الهجوم. هذه حركة كبيرة ربيع بالنسبة لدفاع المنطقة تاع فريق الغرافة، ذاك علاش ما فماش برشا حلول بالنسبه للهجوم النجم النادي الساحلي. التسديدات توا ظهر ما عادش فما نجاح كبيره، خاطر الفريق القطري واضح قرا المنافس تاعو، قرا مليح النجم النادي الساحلي، خارج برشا على اللاعبين نتاع النجم النادي الساحلي، يلعب في دفاع منطقه متقدم. نشوفوا في اللاعب كلارك يلعب معناها عالي برشا بارابور للبانيي، دونك ظهر قرايه، لقى الوقت باش يحضر المباراه تاعو، لقى الوقت باش يحضر، شوف دفاع المنطقه براتيكمون من الزون قاعد تتقدم. بيلي يلعب مع عاطف داخل السله، عاطف ماوى يسدد ما يسجلش، ياخذ الكره الثانيه نزار كنيوه ويربح فريقه ويربح النجم الساحلي 14 ثانيه. مهدي السايح ثم بيلي كلارك، زياده لاتومي وحده اوبن شات متحرر وينجح نزار كنيوه.
وحده من الكورنر ما لقاش مشكل كبير في ضفت 3 نقاط مع 6، يعود الفارق 6 نقاط للنجم الساحلي. بوني ينجح، قلنا ردوا بالنا من بوني واتسون 21-17، وموجود بيلي كلارك موجود ويجيب بوني واتسون، لاعب حقيقة ممتاز بيلي يسجل. لاري تومسون فماش مفاجآت كبيرة في الغرافة، التريوم تاعو اللي عمل عليه هو اللي قاعد يطلع في السكور واللي قاعد يخلي فريقه في المباراة. نجم تقرا حسابك من هنا ولا من هنا، لكن كيف باللي باش تقرا حسابك في الدفاع كي يبدا فما لو تالون بالنسبة للاعبية سواء في النجم الساحلي ولا في الغرافة، تنجم تعمل اورونتاسيون في الدفاع عليهم ولا غيره، ولكن كي يبدا التالون موجود كي يبدا الادريس موجودة كيف تنجم تعمل حتى شيء. وهذا اللي ريناه خاصة مع لاري ومع بوني واتسون، المفروض لهنا تصير فما سوليداريتي في الدفاع كيف باش نوقفوا مفاتيح اللعب المعروفه في الغرافه القطري. بين برانديل مازال كيدخل في فريق قصي حاتم، مهدي السايح امام بوني واتسون، عطف ماوى ثم نزار كنيوه يلعب مع زياد التومي، نزار كنيوه من اليسار لليمين تورنوفر، يعمل في دي تورنوفر ما عودناش بهم النجم الساحلي في بطولة العرب نسخة 2016. دفاع عالي 1-1، مهدي السايح على بوني واتسون، يمشي للهلب الدفاع، يمشي المساندة الدفاعية زيد تومي، ثم التسديد من بعيد هيربول تقريبا ما وصلتش الكرة نتاع لاري تومسون، تمشي لمهدي السايح، يرجع معه لاري، مهدي السايح يلعب مع عاطف ماوى ثم ماشي بالكرة معلن ضد عطف، وسط استغراب لعطف من القرار التحكيمي الأخير. مش 24-19، مباراة حلوة حماسية، نجم الساحلي ما تأخرش في المباراة بالكل، ديما عنده فارق 4-5 نقاط، 7 دقائق و33 ثانية على نهاية الشوط. كرة لأبو الرحمن سعد ثم حاول إيصال كرة لسيدو، جيد الدفاع من نجم الساحلي. خروج رضوان ومكرم أثر هجوميا على نجم الساحلي. بين برانديل يسدد ثم موجود الحاجن داي سيدو في المتابعة. 24-21، 3 نقاط أسبقية، 7 دقائق على نهاية الشوط. تومي يطلب كرة بيلي كلارك، ياخذ برشا وقت لعب، ان شاء الله ما يتاثرش بدنيا بيلي. مهدي السايح كروسوفر يحاول يتحرر من لاري، يلقى الحلول مع نزار كنيوة، يعمل التوغل وبيد واحده باليد اليمين يرفع الكره، دروب ناجح، 5 نقاط للنجم الساحلي. بوني واتسون مع بيلي كلارك، بوني واتسون يلعب سيدو، ثم ميزماتش يحاول يستغلو جوستومون فيك بالميزماتش، عاطف ماوى وبيلي طاحوا شويه لوطا لتغطيه ومساعده مهدي السايح، والرفلكس الدفاعي كان جيد للنجم الساحلي. خطا للغرافه، يبقى الامتلاك 14 ثانيه للغرافه. سيدو بين برانديل في الاثناء، يرجع مكرم، ولحظة متاعنا كنت في بلاصتها الفاست بريك، يرجع مكرم، ومكرم لاعب وقت اللي يكون موجود في الالتقاطات الدفاعية بيعطوا بشي سهل الهجومات المعاكسة، وهذا اللي صار كل مرة يخرج مكرم تقريبا نجم الساحلي يتيح شوية في النسق بتاعه الهجومي، كل مرة يرجع مكرم يرجع سكورينج وترجع تسجيل النقاط. وجوستومون مع دخول مكرم ولات مع 7، وهذا اللي خلى قصي حاتم العراقي الكوتش يطلب التايم اوت. عطاي فعلي تأمين الانتقاد من عند مكرم هو اللي اعطى الاسبقيه للهجومات المعاكسه اللي قاعد يقوم بها النجم الرياضي الساحلي. بالنسبه لفريق الرافه فعلي ما استغلش كما يلزم الفتره هذه، ولا خلينا نقول ال4 دقائق هذوما
اللي فيهم مكرم ورزوان البرا ما استغلاش بدا حاول يلعب اللعب داخلي لكن تكتل دفاع النجم الرياضي الساحلي خلاه يخلي الفارق معناها تقريبا هو نفسه 5-7 نقاط كامل الشوط زيد لوجون ترانزيسيون اللي قاعد يقوم به اللاعب كنيوة خلى معناها توازن بالنسبه للهجوم تاع النجم الرياضي الساحلي الحمد لله ما تعدات كما نقولوا على خير الدقائق هذوما ان شاء الله يعرف كيفاش يتاقلم بكر مع الوضعيه هذيا ما ينجموش يطيح في الفخ بتاع الخطا الثالث باش يرجع في الفتره الثالثه وينجم يكمل المباراه هذيا بكل اريحيه. امامكم الاحصائيات الخاصه ب 14 دقيقه لعب الى حد الان رميات حره رميات ثلاثيه التقاطات وبيرو كره قطريه لاري ثم محاولة التسديد من بعيد دينا داود ما تخرجش كرة بين برانديل كنيوة يطلع كرة جزار كنيوة كسانا لعب تبع فيه بوني واتسون تمشي لزياد التومي مكرم برمضان فما ميز ماتش لا يلعب مع نزار كنيوة تغطية من أبو الرحمن سعد مقطوعة من أبو الرحمن سعد تبقى لنزار ثم واتسون ونزار في كرة ثمينة وكل الكرات تصبح ثمينة في مثل هذه المواجهات خاصة أن النتيجة مش بعيدة برشا على بعضه فإنه تصبح كل الكرات ثمينة يخسر امتلاك النجم الساحلي تعود للغرافة القطري شوفوا في زياد التومي على لاري في الدفاع ونزار على أبو الرحمن سعد وبيلي كلارك ومكرم داخل المنطقة ياخذ الروبون بيلي كلارك الفاست بريك زياد التومي يعمل الهجوم المعاكس ثم الخطأ الفاول فاول وخطأ ضد بين برانديل اللي فايت زياد التومي يمشي برشا بالهجوم المعاكس النجم الساحلي النجم الساحلي بريدراك ما يمططش برشا الكرة إذا فما وضعية تاع كونتر أتاك فإنه يمشي للكونتر أتاك النجم الساحلي ويجيب في الأخضاء ويجيب في النقاط يخرج بين برانديل علاش خرج بين برانديل لانه بعد 15 دقيقه عنده 4 اخطاء وهذا جيد ومفيد للنجم الساحلي لاعبي بقيمه بين برانديل يغادر للرابعه باش يتيحوا منه على الاقل 15 20 دقيقه باش يخسر بالتايم جو بالوقت اللعب نتاعو زياد التومي رميه حره ثانيه نجم تعطي مع 10 وهو فارق معنوي بالاساس بلوس 10 ما تتسجلش كرة زيد التومي وتبقى الكرة ويبقى الامتلاك لطبيعة الخطا بطبيعة للنجم الساحلي مهدي السايح كصانع لعب بيلي كلارك مكرم يخرج عليه سيدو شكورة لنزار كنيوة ثم مكرم ديما معه سيدو زياد التومي سدد في كان كونتستي كان معه دفاع رغم ذلك سدد ثم القوة الضاربة للنجم الساحلي مع مكرم بيلي كلارك موجود على كل الكرات الثانية على كل الكرات الدفاعية في ليزيكرون في لي بيك في الكرة الثانية موجود بيلي كلارك حقيقة لاعبي طراز عالي كوني واتسون ثم محاولة الكلاكيت من ألين إذن كي دخل قلنا مكان بين براندل على الصورة ألين طول قامة محترم لألين ثم زوز متر وأربعة وخمسة بيلي كلارك رمية الحرة الأولى ناجحة 12 نقطة جيد قلنا لوزور النجم الساحلي يعمق شوي بشوي الفارق. معلي ربيع بيلي عنده يد في هذايا شفناه لاعب يامن الانتقال الهجومي بعد يمشي يامن الانتقال الدفاعي وياخذ خطا ويسدد رميه الحره معناها اللاعب هذايا قاعد يعطي في شحنه معنويه لاصحابه قاعد يخلي النجم الساحلي في المباراه لاعب ممتاز دفاعيا وهجوميا. تصور انا النجم النادي الساحلي بال 11 نقطة بتاعه هذايا يكمل القاعد يكمل القاعد يقوم باليزم ويعطوا خاصة كي تشوفوا الاسيست من نزار والدانك من الجلادياتور من مكرم
هو السل تعطي 13 او ترجع الفارق 13 نقطه به كان يقعد ديما يجري 11 12 13 الناس مساحلي حتى نهايه الشوط. طيب وهم ما يخليش فريق الغرافه يرجع تحت العشره مع نهايه الكارتون الثاني. اكرم برمضان 2 ضد 1 استقبال سيء من نزار كنا وزبط شويه الكره تاع نزار بيلي كلارك ثم جو ترانزيسيون او يجي بكر قتل الدفاع القطري كان ينتظر في بوزيسيون 24 ثانيه دخل مكرم من الوسط والذكي والبريزونس ديسبري وقت التايمينغ تاع التمرير الصحيح التمريره الصحيحه والتايمينغ الصحيح هو السله وهو 70-80% من السله. سيدو ينجح حلوه المباراه 38-25 مهدي السايح كنيوة تومي مكرم بيلي كلارك 10 ثواني تومي 5 ثواني زياد التومي عندنا مدة عندنا مدة ما ريناش زياد التومي بالثقة هذه يمشي إلى تاكلو باني ويجيب السلات خسر برشا وقت لعب في العامين الأخرانيين قاعد يرجع في فورمة بشوية بشوية زياد التومي خطأ اللي فات أبو الرحمن سعد في الأثناء رجوع عمر عبد القادر داخل المنطقة ونديم كمركز اثنين يخرج نزار كنيوة يدخل ويلي كامب في النجم الساحلي لاري كرة لشكون يقول الحكم بوسيسيون للنجم الساحلي تورن اوفر اللي فات النجم الساحلي خروج كرة إضاعة كرة من لاري على الصورة كيك تيم 35 ثانية 40-25 يظل الرجوع في المنطقة رجوع في المنطقة تورن اوفر كثروا للتورن اوفر أكثر مباراة عمل فيها تورن اوفر نجم الساحلي ضيع كرات من مارشي من رجوع من دخول بقوة من رجوع في المنطقة لكن ماهيش كاتاستروفيك الأموال تاع لي تورن اوفر الحقيقة زيد التومي يعمل الانتقاد طلع كرة ويلي ثم مكرم بن رمضان اللي يرجع معاه ابو الرحمن سعد مكرم يلعب مع ويلي كامب ثم وحده زياد التومي ايش يعمل ما يسجلش موجود بيلي كلارك لكن مقطوعه ثم ترجع لبيلي يلعب مع مكرم اوه لو سلم استيمات كبيره في الهجوم الاخر في البوزيسيون الاخرانيه للنجم الساحلي وكاني بنتيجه متعادله وتلعبوا في ماني تايم هذا المطلوب الجرينتا وتلعب الكرات كل الاخر ويأكد بيلي يأكد أنه الباسكيت ما تلعبش فقط التسديد من بعيد أو فرجة أو دانك الباسكيت تلعب في اللي بلاسمون في الروبون في تحرير أصحابك في الكرات الثانية في التمرير في المنطقة للاعب المتحرر أكثر منك وكثير منك اللي عنده شانس أكثر وإحصائيات أكثر باش يسجل الباسكيت تلعب غادي وهذاك الباسكيت تاع بيلي كلارك يعني كي تاخذ دو روبون فونسيف سكسيسيف ما نجم كان يعطي شحنة للخماسي يعطي شحنة لأصحابه وهذا نعرفوا احنا الدوزيام بال في الباسكيت تنجم زاد تضرب الفريق الخصم اما خليني نقول لك اللي زياد التومي هو ولاعب كلارك هما اللي قاعدين يعملوا في الفريق هذايا في الفتره هذايا دفاع قوي ياسر سلبي ياسر من زياد التومي على اللاعب لاعب لاري ظهر لي ملي خذا زياد ملي دخل زياد ما ماركاش ما ريناش ماركه سله زيد النجاعه الهجوميه زيد الذكاء الكبير برشا تاع اللاعب واتسون هذايا خلى الخماسي تاع نجم النادي الساحلي بالانتقاد الدفاعي تاع مكرم بن رمضان ياخذ الفريق هذايا وياخذ قريب ال 20 نقطة. لاري يرفع الكرة ينسى مرتاح فنيا لاري الحقيقة سهل سدد الكرة وانت هكا معك مدافع وانت تسير شوية وترفع الكرة بالمدافع باش ما ما كانش الاعتراض وتنجح اليز تكنيكمون فنيا لاري الحقيقه
كرة للنجم الساحلي، يبقى الامتلاك، يبقى الامتلاك للنجم الساحلي 42 27 15 نقطة مع 15. طيب الفرق مطمئن نوعا ما، مطمئن نوعا ما، واش فارق كبير لكن مطمئن. وقت مستقطع طلبوا بريدراك بانياريفيتش قبل 44 ثانية، باش يحط سيستيم في البوسيسيون الاخرانية، باش يعمل سيتيوسيون سبيسيال، باش يحاول يسجل، باش يحاول يوصل النجم الساحلي يكمل الشوط الاول 15 16 17 نقطة. خلي على كار شوية الفريق القطري. شوفوا الاجواء في قاعة سوسة، شوفوا الجماهير الغفيرة في قاعة سوسة، شوفوا المنصة الشرفية، شوفوا في سيد مهدي العجيبي رضي بن علي، والنجوم معروفة مدام مقنع على اليسار، حركية كبيرة المدام في كامل مباريات النجم الساحلي في السؤال المحلية أو الدولية. بحذانا ماهر خنفير المدرب التونسي ابن النجم الساحلي اللي معروف يدرب في العراق في الشرطة العراقي، باش يكون بعد شوية في استجواب فلاش انترفيو مع فراس بن سعد. ماهر خنفير 42 27 44 ثانية و7 أجزاء بالمية مع نهاية الشوط ممتاز للنجم الساحلي إحصائيا 42 نقطة في شوط، 27 نقطة في الدفاع، نظم الأمور في الإدوال فماش مشكل كبير، 15 نقطة فارق. زيد ربيع الأخطاء، شوفوا في التابلو بتاع الغرفة الأخطاء، أربع أخطاء بتاع اللاعب بيني براد، اللاعب عمر عبد القادر زوج أخطاء. تصور أنا قام نص اللي يلزم يقوم به نجم النادي الساحلي، كي نشوف الأخطاء في فريق نادي الغرفة، ونعرف اللي احنا نادي غرفة عنده تسعة لاعبين برك، نتصور انا قاعد يحضر في نهاية المباراة تاعو. عمر المحلي لقى برشا راحة، ينجح فرح برشا بالسلة الأخرى، تعرفوا كيما حكينا قبل الكواتور هذوما وليتيرور من بعيد المسدين يحبوا مع أول تونتاتيف في مباراة يسجلوا، هذيك دخلهم في المباراة الرسمية تعطيهم الثقة. 45 27 18 نقطة اللي فايت النجم الساحلي. ثم ابو الرحمن ينجح في الدرايف، ياخذ الالتقاط، يعمل التوغل عفوا وينجح. قلنا هذا من نقاط القوه الثلاثيه لفريق الغرافه القطري، يجرب حظه زياد التومي، موجود بيلي كلارك وياخذ الفاول. مرحبا بكم، هذا هو بيلي كلارك، ثم حتى كره تتعدى على بيلي كلارك، اللهم تكون مش في الجهه نتاعو او مش في المكان اللي هو واقف فيه. اذا امكانيه نتاع روبون للملاعب هذا في الدفاع ولا في الهجوم وهو انجاجي في العمليه، فانه تاكدوا انه فما 70 80% باش تشوف على بيلي كلارك، لانه روح قتاليه كبيره ياسر لبيلي الحقيقه. لاعب ماهوش فرجوي لكن اللاعب اللي يحبوه المدربين، افيكاس. لاعب يلعب في الريجيستر كل ربيع، معناها دفاعا وهجوما، التقاط دفاعي وهجومي، ظهر لي قاعد يعمل في بطوله عربيه ممتازه اللاعب هذايا، قاعد يعطي في كليبر بالنسبه لاي خماسي موجود على الميدان. ان شاء الله في الشوط الثاني يحافظ النجم الذي ساعدني على الاسبقيه هذه. يلا نهايه الشوط 45 29 احمد الخضري الكاميرامان نتاعنا باش ياخذ لنا بعد قليل ماهر خنفير وفراس بن سعد. ومرحبا ماهر، مرحبا فراس مره اخرى مع نهايه الشوط، استجواب مع ماهر خنفير. شكرا ليك ربيع، بالفعل معنا اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي ماهر خنفير. ماهر الغرافه عمل برشا صعوبات للادوان في الفتره الاولى، لكن في الكرتون الثانيه الادوان تعرف كيفاش تنهي بفارق 16 نقطه. صحيح، المشكله كانوا الفريق الغرافه يعني الدفاع المنطقه اللي لعبوا زون، لعبوا يعني دفاع ممتاز جدا. الادوان قد شويه مشاكل في الهجوم على الزون، هبطت دي شوتور، نقصت من لي بيفو، ولا عندها مشكل في الروبون التالي، مي فينالمون لقاو لي زوتوماتيزم نتاعهم ولقاو الشوت وكملت ليكار معناها ب 6 بوان. ونتصور الغرافه يعني ما عندوش حل اخر باش ينجم يلعب كان ديفونس دو زون، خاطر في المهم ليتوال اقوى من الغرافه برشا، دونك هو اختار الحل المناسب بالنسبه له. هو 16 نقطه فارق بالنسبه لي انا، يعني سكور عادي وينجم يكون فوق ال 20 يعني في نهايه المباراه. العراق موجود في العراق في الشرطه العراقي، ما زلت ماهر في الشرطه العراقي، ماهر موجود
بخصوص مازال في الشرطه العراقي ماهر في الشرطه يلعب في يدرب في العراق ما سمعتش عندك عروض من العراق انت لا هو موجود والله انا هو في العراق مدرب نادي شرطه في العراق كنا في نهائيات كاس اسيا في الصين في تشنجو لعبنا في شهر اكتوبر لعبنا نهائيات اسيا خاطر احنا كنا بطل العراق والحمد لله يعني مشينا باهية سانكيم بلاس بالنسبة للنهائيات آسيا تسمى حاجة خارقة العادة والحمد لله إن شاء الله ما زلت لحد الآن ممكن إنجاز يخليك ترجع للبطولة التونسية بالكبير معنا والله علاش ليه احنا نخدمه وين فما كرة سلة نخدمه والبطولة التونسية وين فما يعني أي فريق احنا موجودين وهذه كرة سلة ما نجموش نعيشوا بلاش كرة السلة يعطيك الصحة ماهر غنفير المدرب واللاعب السابق بالنجم الرياضي الساحلي يعطيك الصحة فراس تحياتنا للكوتش ماهر خنفير كما قلنا منذ سنوات في الشرطة العراقي ولاعب السابق للنجم الساحلي للمنتخب الاتحاد المنسيري كيف تحية ليه هذه صورة عامة لقاعة سوسة 10 دقائق نرجعوا لاستوديوهاتنا المركزية ثم عودة للشوط الثاني من ثالث مباراة النجم الساحلي في البطولة العربية للأندية البطلة نسخة 29 الشوط الأول وفيها 45-29 للنجم الساحلي ما تبعدوش لبعيد مرحبا بكم من جديد مرحبا بكم إلى الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي الغرافة القطري نذكركم اللي هو ثالث لقاءات النجم الساحلي في البطولة العربية للأندية البطلة النجم الساحلي هو بطل العرب بعد دورة دبي عم ناول النجم الساحلي متصدر المجموعة الثانية يلعب أمام الغرافة القطري الغرافة القطري لعب مباراة واحدة فاز بها ومنطقيا لقاء هذا هو لقاء المركز الأول تقريبا يفوز النجم الساحلي في المباراة هذه يضمن المركز الأول للمجموعة الثانية بالطبيعة كمل لور في المجموعة الثانية تلعب للرابعة من المجموعة الأولى الملقبة بمجموعة الموت اللي فيها المجمع البترولي الجزائري الفتح السعودي اللي مثل المفاجأة في هذه المجموعة بالأداء نتاعو والانتصارات نتاعو انتصر في مباراة انهزم في مباراة لكنه فاز أمام الحكمة اللبناني والحكمة اللبناني سبورتينغ الإسكندري وسلاه المغربي يعني مجموعة أولى قوية ونجم الساحلي تقريبا يفوز اليوم يضمن المركز الاول ويلعب للرابع من المجموعه الاولى نهار الخميس ان شاء الله 45-29 16 نقطه عطيل للنجم الساحلي نجم الساحلي وفي الاحصائيات دائما فوق ال 40 نقطه في كل مباراه قبل 29 نقطه يعني اذا ما عملش اخطاء كبيره اليوم النجم الساحلي في الشوط الثاني فماش علاش مباراه ما تفش 15-20 نقطه في الشوط الثاني هذه المويان نتاع النجم الرياضي الساحلي شفنا دفاع قوي ياسر بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي بوجود اللاعب بيلي كلارك واللاعب المحلي اللاعب كيف زياد التومي اللي قدم مردود قوي برشا الهجوم ظهر اللي قاعد ياكد في النجاح نتاعو النجم الرياضي الساحلي بالتسديدات من فيها ثلاثه نقاط وخاصه الالتقاطات الثانيه من مكرم بن رمضان ظهر لي توازن بالنسبه للهجوم تاع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله ياكد هذا باللاعب الداخلي يعاود يرجع يلعب النجم الرياضي الساحلي اللاعب الداخلي باش يعمل اخطاء فريق الغرفه وهكاك يكمل ينجم يضمن بقيه المباراه ويضمن الانتصار تاعو في اخر الشوط. بيلي كلارك على الصوره من احسن الملاعبين في النجم الساحلي في هذه البطوله العربيه يبدا بالستارتير الكلاسيكيين نتاعو بريدراغ مع بدايه الشوط الثاني مكرم ورضوان بيلي في مركز ثلاثة وواحد اثنين موحلي وويلي كامب في المقابل قصي حاتم العراقي الكوتش هما في الحقيقة زوز مدربين المدرب الأول قصي حاتم العراقي ثلاثية ناجحة من عمر الموحلي ويساعده المدرب العام ياسر عبد الوهاب اللي هو مصري معروف ياسر 15 سنة كلاعب في الزمالك كان موجود حتى في نابل في البطوله تاع 97 البطوله العربيه 10 سنين في المنتخب المصري ياسر عبد الوهاب وخمس سنين كان مدرب كيف مع قصي حاتم العراقي في نادي الغرافه كما قلنا القطري وهذه سله جديده لو السكه رضوان سليمان ذكروا اللي رضوان ارتاح برشا في الشوط الاولاني لحصوله على خطأين بدا يرجع ستارتير كالعاده وعمل الدانك ثم قطع الكره من بيلي كلارك
لكن تعتبر خطا ضد بيلي من ثلاثي تحكيم متكون من حسن حالي الاماراتي، ياسر جمال المصري، واحمد الحسيني من عمان. 21 نقطة، الفارق أصبح مطمئن وكبير الآن للنجم الساحلي، لكن دائما الحذر واجب من الكامباك والرجوع في النتيجة للمنافسين، لكن في وسط أجواء كما هكا وجماهير غفيرة كما هكا وفورمة كبيرة لبيلي ومكرم وزياد تومي وموحلي، ما نتصورش وما نراش النجم الساحلي يرجع ليه الفريق المنافس. موحلي إلى رفز الاتير كما يقولوا، رفض التسديد، علاش؟ رغم كان في وضعية مناسبة، لكن مش كل وضعية مناسبة سدد فيها الملاعب الثقيل، حتى في وضعية مناسبة في تيرو فير تلا ما يحسش التسديدة كما يقولوا، سون با لو شوت، يعمل تمرير، وهذا اللي صار من عمر موحي، رغم اللي سجل من الكورنر الأيسر قبيلة ثلاثية، لقى روحه على اليمين وحده، الناس الكل استنت باش تسدد من بعيد، ما سددش، علاش؟ لأنه فما لاعبية وقت تسديد ما تحسش التسديدة، ما يغامرش ويمرر. وهذا اللي عملوا الامور، والا ربيع هذا اللي توجهات نتاع باش تكمل السيستم للاخر، باش تلعب للاخر وتلعب لعب الداخلي. تصور هذه شنو قاعد يلعب بالنجم النادي الساحلي، واحسن بدايه هذا اللي في التروجيام كارتون هذايا، راك تشوف معناها قاعدين يحاولوا يدخلوا معناها التسربات ولا لعب الداخلي هذا اللي خير من لي كونسيني واضحين نتاع المدرب بدراك، خير من المجازفه من تسديد من فئه ثلاثه نقاط. ظل هذاك علاش الفارق مطمئن توا، نعرفوا اللي فريق الغرفه عنده اخطاء يلزم يرد باله، هذاك علاش لازم النادي الساحلي ما ينجم كان يمشي ويلعب تحت السله. مع بيلي كلارك وويلي كامب والسكه ومكرم وعمر وزياد مهدي سايح نزار كنيوه، فريق النجوم من طراز اول النجم الساحلي، مش مباراة كملها أقل من 40 نقطة فارق إلى حد الآن، فورمة كبيرة إن شاء الله زينا لكرة السلة التونسية، إن شاء الله زينا غدوة لداليت غرومبيليا في لقاء تقريبا مصيري في النص نهار ونص إن شاء الله، منقول على القناة الوطنية 2 داليت غرومبيليا السيب العماني، مباراة تقريبا المرور للدور ربع النهائي بالنسبة لداليت غرومبيليا. إن شاء الله زينا كيف كيف النجم الساحلي كملوا المجموعة، ياخذ قسط من الراحة، يرتح ملاعبيته، لانه دور ثاني باش يكون صعيب شويه في متناول النجم الساحلي بطبيعه، لكن اصعب شويه فنيا من الدور الاول. محاوله المرور غير ناجحه من الان، ترجع لرضوان سليمان، ثم ويلي كام يلعب مع عمر الموحلي، يخرج عليه هالن، رونفيرسمون من اليمين اليسار، ثم محاوله قطع الكره من بوني واتسون، ترجع لويلي كام من بعيد. ويلي العائد النجم الساحلي بعد 4 سنوات الى جوهره الساحل، واللقطة لمكرم بن رمضان المعروفة إثر كل تسديد، مكرم بن رمضان ينجح استقرار على مستوى الأداء الهجومي لمكرم بن رمضان منذ 5 سنوات تقريبا، إحصائيته هي نفسها. تيرا مي ديستونس، تسديدة مسافة متوسطة لعمر عبد القادر لاعب الارتكاز، قلص بها الفارق 55-33 على الصورة. عمر عبد القادر، كرة للموحلي، بيلي يعمل الكرو، مكرم حاول يحرر بيلي كلارك، جماعي لان نجم الساحلي، موحلي، ويلي كامب، مكرم بن رمضان، ثم بيلي كلارك. ما عادش باش نشكر برشا بيلي كلارك، بصحابه ما يغيروش، لكن بيلي ثمين بالنسبه للمدربين، ماهوش الملاعب اللي يعمل لك شو، لكن حسن التمركز ولعب الكرات الكل للاخر خلات من بيلي كلارك تقريبا الاثمن في النجم الساحلي صحبه مكرم بن رمضان بالنسبه لبريدراك. هذا الثنائي اللي باش يبني عليه، هذا الثنائي اللي باش يحاول يهز النجم الساحلي لاخر المباريات وللقب ان شاء الله. بيلي ومكرم بالطبيعه، موحلي ورضوان سليمان، ويلي كامب، هذوما تقريبا لي سكولور، وهذوما تقريبا الملاعبيه اللي يعول عليهم في السيستم تاعو الكل بريدراك بانياريفيتش. 57-36، 21 نقطة تقريبا مع انتصاف الفترة الثالثة، وقلنا العائد إلى سوسة بعد 3 سنوات أو 4. ويلي كامب، رضوان سليمان، التسديد من بيلي كلارك ينجح. ما هذا اللعب؟ ما هذا اللعب؟ ما يريد حتى نقطة ضعف عند بيلي كلارك. عتيل تبارك الله، لاعب هذا اللي تاكيد حسن التمركز
لياقة بدنية ذكية ياسر لعب لاعب صحابه بعد تسديد من فئة ثاني نقاط فيكساسيون معناها نشوفوا صحابه اللي كانوا دار جينيرالمون تنحبوا فيه بعد لعب لازم معناها لعب أساسي في الفريق نجم كان الساحلي وخاصة زيد الدفاع اللي قاعد يكون فيه اللاعب هذايا يعطي برشا حلول للفريق نجم كان الساحلي. بيلي كلارك مكرم بالرومان ورضوان سليمان يعطيو 24 نقطة كاملة ويجبروا مدرب الغرافة القطري على أخذ الوقت المستقطع قصي حاتم لمحاولة إيقاف الماكينة ماكينة النجم الساحلي الهجومية 62-38 في الشوط بعد ما انتهى 45 الآن عنده 17 نقطة في 5 دقائق معدل تاع 35 نقطة في فترة فقط النجم الساحلي كان يكمل بالمواين هذه يعني من الناحية الهجومية من أحسن الفترات اللي قام بهم النجم الساحلي مش حتى على مستوى السكورينغ على مستوى الابليكاسيون في الهجوم الفترة الثالثة الخمس دقائق الأولى تاع الفترة الثالثة وأمامكم قاعة سوسة الأولمبية والجماهير الغفيرة أمامنا السكورينغ تابلو سكور بيلي كلارك دون مفاجآت 20 نقطة 12 لمكرم 8 لنزار و6 لعمر الموحلي 14 و 12 يعني 24 مع 20 44 نقطة من 62 سجلهم الثلاثي هذا هذا الثلاثي الثمين جدا للنجم الساحلي في لقائه الثالث في البطولة العربية أمام الغرافة القطري نذكروا النجم الساحلي فاز في لقاء الافتتاحي أمام ديليت جرومبيليا 89-50 ثم فاز على السيب العماني 93-46 كيف كيف على مستوى تسجيل النقاط النجم الساحلي في المواين نتاعو ما يلقاش مشكل كبير باش يوصل 900 نقطه يمكن المباراه هذه. انت عندك خماسي كيف هذايا يمكن التسجيل من فئه ثلاثه نقاط ويدخل خاصه اللعب السريع لجون ترانزيسيون اللي اوتوماتيكمون مش كل كارتون يماركي 20 وما فوق ال 20 نقطه لا موين تاع النجم الساحلي واضحه اللي ديما 90 نقطه نتصور انا ما فماش مشكل بالنسبه للهجوم النجم الساحلي كيف كيف بالنسبه للدفاع نرجع نقول اليوم زاد فريق الغرفه معناها ما عندوش برشا حلول خاصه من نقص العدد نتاعو والاخطاء اللي ارتكبوها اللاعبين نتاعو كاين النجم الساحلي قاعد يطلع كريشيندو قاعد يحسن في الاداء الدفاعي خاصه نتاعو خاطر الهجوم نتاعو واضح باش الدور المقبل ان شاء الله يلعب الكور نتاعو وان شاء الله يتاهل بدون حتى هزيمه ويصل باللقب هذايا. لاري حاول من ثلاث نقاط لاري يعمل ايربول نديم يتبع ياخذ الروبون في دين بيلي كلارك بيلي كلارك بسرعه يلعب مع مكرم برمضان ويمشي للتانك مكرم روبون تمرير فاست بريك دانك ثلاثة ثواني هجوم كلير كما يقولوا للنجم الساحلي وقوى برشا في الفاست بريك خاصة وقت اللي يلعب مكرم وبيلي لعبية تحذق الهجومات المعاكسة مش هما اللي يعملوا الهجومات المعاكسة لكن الكرة الأولى وقت تخرج صحيحة في كونتر أتاك تكون عندك شانس كبيرة باش تسجل الهجوم المعاكس ويلي كامب أمام لاري بيلي كلارك أمام نديم ثم حاول يتعدى بيلي فيكسي ويسدد وياخذ الفاول يبدو خطأ ضد بيلي كلارك خطأ في الهجوم ضد بيلي 64-40 24 نقطة وهذا توب سكورر في المباراة بيلي كلارك الأمريكي منتدب هذا الموسم وهذا بريدراك بانياريفيتش بوني واتسون أبو الرحمن سعد برانديل توصل الكرة لسايدو ثم توصل ل عمر عبد القادر ثم خروج كرة عمر عبد القادر على الصورة طول قامة محترم متر سبعة مهدي سايح بيلي كلارك زيد التومي مهدي سايح مهدي سايح زيد التومي 6 ثواني في الهجوم زيد يلعب مع السكه وحده
يخير ميسادة ياخذ الفاول، ياخذ الخطا ضد براندل، يبدو الخامس، الخامسة لهذا اللاعب بين براندل. خذ الريسك قصي حاتم، خذ المخاطرة بإشراك بين براندل، مش لأنه مش مدرب ذكي ولا لأنه مدرب ما عادش عنده خيار، ما عادش ناكلو لو شوا، ما عادش عنده خيار، يلزم يلعب مفاتيح الكل لأنه نجم السائح اللي خذاه بسوق كبيرة في المباراة هذه. 64-40 مهدي السائح، يخرج للخطأ الخامس بين براندل. مكرم بن رمضان، زياد التومي، بيلي كلارك يسدد بثلاث نقاط، ما يسجلش مرة هذه بيلي، ياخذ الالتقاط الحاج داي سيدو، ثم بوني واتسون كصانع لعب يسدد من بعيد، ما يسجلش مكرم بن رمضان في الالتقاط بعد بلوك اوت من بيلي كلارك، سهل الالتقاط لمكرم. رضوان ينجح من مي ديستونس، من مسافه متوسطه، رضوان سليمان طلع الفارق ال 26 نقطه، وشوفوا الدفاع كان بطيء جدا على رضوان سليمان، ورضوان سليمان لاعب ما يرحمش كي يلقى روحه في وضعيه نتاع فنشات هكايا، ما يلقاش مشكل كبير باش يسدد وينجح. سيدو يسدد وينجح في ثلاثيه، سيدو الحاج داي سيدو، رضوان سليمان ينجح ويواصل في الجو ترانزيسيون، ويواصل في الهجومات المعاكسه واللعب السريع، نجم الساحلي مع صاحب ال 36 سنه رضوان سليمان، وكان بهم لاعب عمره 23 سنة سكر رضوان سليمان، وحكينا على جندو فيه متاع اللاعب هذا في المباراة الثانية أمام السيبا العماني. واتسون حاول يمر يمشي للتوغل وما يسجلش، رضوان سليمان تبع الكرة الأولى، يلعب على اليسار مع بيلي كلارك، بيلي كلارك ديما أول أوبسيون في التمرير، البحث على مكرم بن رمضان، ديما أول أوبسيون لبيلي كلارك البحث على مكرم، إذا مكرم مش متحرر يستنى النجم السهل وينستالي سيستم جديد، يمشي بيلي كلارك هو للتوغل ويجيب الأخطاء. ثاني ربيع نجوع ترانزيسيون تاع النجم السهل، ديما تلقى فيه مكرم معناها لاعب تريلر كما نقولوا احنا، تلقى هو أسرع لاعب معناها في الفريق بالنسبة للاعبين الارتكاز. ظني بلي قاعد يقرا في اللعبه هذايا، قاعد فما تطبيق بالنسبه للجو ترانزيسيون تاع النجم النادي الساحلي، هذاك علاش كل مره نلقاو مكرم بن رمضان قاعد يكمل في الـ في الـ في الـ الهجمه نتاعو براتيكومون اون كونتر زيرو، معناها خلينا نقولوا كل مره يلقى روحه وحده تحت السله. في الاثناء السله اللي فات فريق الغرافه كانت ذكيه من نديم لابيل وراء الدفاع كينسكي، يخرج بوني واتسون، عنده خطا فقط بوني واتسون، ما عندوش اخطاء كبيره فريق الغرافه باستثناء اللاعب اللي غادر للخامسه. بيلي كلارك، رضوان سليمان، مهدي السايح، توصل الكره لمكرم بن رمضان، يحاول يرفع الكره بسيدو، ثم تبقى لبيلي كلارك، تبقى لبيلي كلارك اسبيراتور كما يقولوا في الباسكيت. بيلي كلارك حتى الروبو يحبوه، حتى الكره تحبه في الروبو وتجي. 70-45 هي نتيجه الفتره الثالثه، فات 25 نقطه بعد شوط اول وفات 16، يعني مع تسعه للنجم الساحلي في الفتره الثالثه. في كل فترة يزيد يعمق الفارق أكثر النجم الساحلي، يعني مش قاعد يمر فترات فراغ، يعمل في معدل نتاع 23 نقطة كل فترة، وإذا كمل في المعدل هذا ثم 90-95 نقطة باش يكونوا موجودين كما قلنا وسط تفاعل جماهيري كبير اليوم لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي قاعدة تتبع في هذه المباراة الثالثة والحاسمة في المجموعة الثانية لتحديد تقريبا اسم الفريق اللي باش يمر اول في هذه المجموعه الثانيه، وهكا نهار الخميس يقابل صاحب المركز الرابع من مجموعه موت، المجموعه كما قلنا اللي فيها سبورتينغ الاسكندري وفيها سلا وفيها الحكمه وفيها الفتح السعودي والمجمع البترولي الجزائري. نذكركم الادوار ربع النهائيه تنطلق يوم الخميس القادم. 70-45 يظل النجم الساحلي ب 25 نقطه في فتره رابعه، محمي تقريبا من كل المفاجات في هذه المباراه. نجم الساحلي مطالب انه يكمل بالنسق هو نفسه، ويحاول المدرب كالعاده بريدراغان يرتح بعض اللاعبين المفاتيح، واكيد باش يبدا ثلاث دقائق الفتره هذه باش يخلي النتيجه هكا 20-25 نقطه،
مع انتصاف الفتره اكيد باش نشوف وقت لعب اقل لمكرم بن رمضان ورضوان سليمان نزار كنيوة عمر الموحلي وبيلي كلارك كما العاده يلعب 30 35 دقيقه باللعبه هذو بعد تقريبا الفتره الرابعه يكونوا مرتاحين للعبه هذو بعد ضمان النتيجه. ربيع كي تلعب انت معناها تلعب دفاع رجل لرجل تصور فما رياح بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي هذاك علاش لازم اللاعب بدراك يرتاح اللعبيه نتاعو. نعرفوا اللي النجم الرياضي الساحلي عنده 13 لاعب ينجم يلعب ربيع هذاك علاش نتصور مقصود من حمدي براعم مصاب هذاك علاش نتصور انا بدراك توا باش يغير معناها في الخماسي نتاعو. صحيح كلامك اللي ثلاث دقائق مهمين ياسر معناها في كل اول كارتون نتصور انا بعد ثلاث دقائق هذايا لازم هذه الساعه باش يبدا يغير في اللاعبين نتاعو باش تقعد يفرشوا الفيزيك وخاصه الثقه بالنسبه للاعبيه هذايا ظهر لي اللاعبين الكل دخلوا في البطوله العربيه ما فماش واحد ما مركزش بالنسبه لنجم هذه الساعه هذاك علاش نتصور انا عنده الحلول اللاعب دراج ونجم يكمل المباراة هذه بكل أريحية. أبو الرحمن سعد مع زياد التومي. أبو الرحمن سعد يعمل لياب ما سجلش المتابعة ما نجحش في الروبون. لعب الارتكاز سيدو ثم محاولة الاعتراض من نديم. يبقى الامتلاك لفيت النجم الرياضي الساحلي مع انطلاق الفترة هذا نديم. 70-45 رضوان سليمان. سكة تمريرة الورائية ما سجلش مكرم حلوة وفرجة قوية من رضوان سليمان. تمريرة أبو الرحمن سعد لنديم ثم البحث عن لاري ورجوع إلى المنطقة ويأخذ الكونتر أتاك النجم الرياضي الساحلي وما يسجلش كيف ما سوء تفاهم في الكونتر أتاك الأخرانية ترجع للاري ثم أبو الرحمن سعد يسجل نقطتين. 70-47 8 دقائق 35 ثانية 22 نقطة للنجم الرياضي الساحلي أمامكم أبو الرحمن سعد أفضل مسجل نقاط كما قلنا صحبة رالي وبوني لاري وبوني واتسو في المباراة الأولى. هذه المباراة الثانية للغرفة القطري والثالثة للنجم الساحلي. نديم حاول تطلع كرة بسرعة نديم 2-2 يكمل وحده يبحث على الدانك لكن دفاع النجم الساحلي رضوان سليمان ومكرم بن رمضان يقولوا تاخذ الخطأ وما تعملش دانك كما رينا في الصورة والعملية الأخيرة. ياخذ رابيتين نديم وهذا جانب من أحباء النجم الساحلي الحاضرة بأعداد غفيرة للأمانة غفيرة جدا اليوم الأعداد تاع جماهير النجم الساحلي وأكيد مباريات ربع النهائي نصف النهائي وإن شاء الله النهائي للنجم الساحلي باش مباريات باش تلعبها كيشي فيرمي. سيدو الحاج داي سيدو 70-48 زياد التومي ثم مقطوعة من لاري. لاري يرجع مع عطف ماوى يسدد وينجح. تيرون كورس مش سهلة للاري نجح في تقليص الفارق عمل تقريبا بلوس 5 5-0 يظهر لي فريق الغرفة القطري. اكيد بريدراك باش يعمل حسابه للفترة الصعيبة شوية الدقيقتين الأخرانيين لبريدراك يمكن إذا النجم الساحلي ما يسجلش السلة هذه وراه يسجل الغرافة يطلب تايم أوت يمكن بريدراك. يخرج نديم ويدخل راسلين راشد. راسلين اللي دخل عطيل عمره 16 سنة اللاعب هذا رقم 10 في الغرافة. راسلين راشد في منتخب شباب منتخب الأواسط القطري وعمره 16 سنة فقط راسلين راشد. راني ما عادش فما برشا حلول بالنسبة للمدرب قاعد يشارك في اللعبية نتاعو ظهر النتيجة النهائية بالنسبة للمباراة هذيا مازال عنده ظهر لي مشوار فريق الغرفة القطري هذاك علاش يشارك في اللعبية نتاعو كل لعب الكور نتاعو كل دفاع منطقة دفاع رجل لرجل توا دفاع قاعد يضغط على النجم الرياضي الساحلي فترة هذه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قاعد يلقى في نجاح انفليشيسمون صاير بالنسبه للخماسي اللي على الميدان
من ثورة هذه هي مش تقعد في العشرين 25 نقطة. ما تنجمش تلعب أربعة دقيقة بنفس النسكر. منطقيا لكن وقت اللي يصير لك البيز دو ريجيم هذه وقت اللي أنت عندك 20 25 نقطة معقول ومقبول بالنسبة للفريق، لكن ما فماش فريق يلعب بنفس النسكر 40 دقيقة. المشكلة أنه وقت اللي تكون النتيجة متعادلة وتصير لك البيز دو ريجيم هذه وتيح شوية الفور ما تولي مشكلة، لكن وقت اللي عندك 25 نقطة مسموح شوية الفترات الفراغ هذوما ما يعتبروش مشكل كبير. 70 50 6 دقائق و 46 ثانية على نهاية المباراة، نلعبوا الفترة الرابعة بالطبيعة. 20 نقطة للنجم الساحلي، نجم الساحلي ما سجل حتى نقطة 3 دقائق فترة رابعة الكل، فترة رابعة الكل يعني 4 دقائق 3 دقائق ونص ما سجل حتى نقطة، وقبل الخمسة اللي حكينا عليها 5-0 اللي حكينا عليها وخلت بريدراغ وتوقعنا التايم اوت تاع بريدراغ مش لرجوع الغرافة في النتيجة لأنه 20 نقطة فارق مطمن، لكن في المشكل الهجومي لنجم الساحلي تقبل 5 نقاط زاد في 3 دقائق ونصف مش مشكل، لكن هجوميا النجم الساحلي مش قاعد يسجل في الدقائق الأخرى ما سجل حتى سلة في الفترة الرابعة. هذاك علاش بريدراغ بانياريفيتش طلب التايم اوت باش يهدي شوية من لعبيته ويحكي معاهم ويمكن حتى بشان ستايل يمكن سيستيم او تغيير في طريقه اللعب. تصور زاد الخماسي اللي على الميدان، معناها الخماسي قاعد يجري في المباراه ماهوش قاعد يحب يساعد الفريق، لونجو ما عادش كبير برشا ربيع خاصه كي تلعب كتر فريق اللي عنده لاعبين من برا وعنده لاعبين صغار على الميدان ما عادش فما لا موتيفاسيون بالنسبه للي. خاصه انه فريق الغرافه نفسه لاعب دولي مش حاضر اليوم وعنده لاعب يخرج للخطا الخامس، يعني هذا كذلك عوامل زادت قلق فريق الغرافه القطري مع الفورمه الكبيره نجم الساحلي مع الجماهير معقول جدا 70 50 مع تقريبا انتصاف الفتره الرابعه والاخيره. ناري كبلاي ميكر يطلب الكره سيدو يعمل ليكرون سيدو تبقى الكره عند لاري، لاري حاول يوصل كره ليالن كان لاعب فردي بالاساس لاري كان يبحث عن الحلول الفرديه، لاري ما عادش عنده ثقه ياسر في السيستم يمكن لانه يعني 20 نقطه يحب يرجع في ساعه يمكن فريق الغرافه من خلال محاولات فرديه كما رينا لاري، لكن صعيب ياسر انك تعمل بوسيسيون كامله وحدك كلاري تتعب في الهجوم وكيف كيف تولي بريفيزيبل حتى في الدفاع يعني يسكروا عليك هذاك اللي صار خلف التسرع فريق الغرافه. ونجم الساحلي فما الامكانيه انه يزيد يصعد الفارق اكثر من 20 نقطه يسدد وينجح، كان توغل ناجح من ابو الرحمن سعد من احسن الملاعبيه في الفريق القطري هذا اللاعب. 18 نقطه مباراه كامله وحلوه لنجم الساحلي كل النواحي، ولو اني اصعب مباراه في البطوله العربيه لحد الان مباراه الفارق هذه أصعب مباراة لنجم الساحلي، لكن إلى حد الآن 18 نقطة فارق محترم. رضوان سليمان مهدي السايح وحاولت البحث عن مكرم بن رمضان ثم أبو الرحمن سعد يعمل استقبال سيء للكرة لكن الامتلاك يبقى قطري. كنا دخل شوية في التسرع قبيلة لاري والآن التمريرة نتاع الكونتر أتاك كيف كيف ما كانتش موافقة. كل مقابل نجم الساحلي ما يلعبش كرة سلة فيها برشا تفلسيف، كرة سلة أكاديمية ما يوريش قاعد برشا شفت فانت دريب الباس فانت دريب الباس حتى تلقى الديكالاج. بطبيعة شوفوا سيستمات أخرين يمكن في نصف النهائي والنهائي النجم الساحلي كل مدرب عنده أوراقه تخبيها للأدوار المتقدمة. خطأ ضد مكرم بن رمضان ما يبدو الرابع لمكرم، الخطأ الرابع لمكرم بن رمضان قبل 5 دقائق و 43 ثانية. 4 أخطاء لمكرم أكيد باش يرتحوا بريدراغ. بالفعل يخرج مكرم ويدخل عمر الموهلي ينجح في الرمية الأولى. ألن فريق الغرافة عام 2014 فاز بالثلاثي في قطر كأس الأمير كأس قطر والدوري، عام 2015 فاز بزوز كؤوس في قطر عم ناول كمل ثاني في البطولة وعمل زوز أدوار نهائية للكأس وسنة في المركز السابع يعني محترم المستوى العام للأمانة للفريق الغرافة القطري. 16 نقطة فارق للنجم الساحلي فترة رابعة صعيبة صعيبة على النجم الساحلي 5 دقائق
تقريبا التو ما سجل نجم الساحلي. ويلي كامب، رضوان سليمان، عمر الموحلي، مطلوب تسجيل سلة الآن، مطلوب تسجيل سلة لنجم الساحلي. مازالتش فترة الفراغ تطول، حاولت عكس الهجوم، قلنا من لاعب 16 سنة، 16 سنة رسلان راشد، يعني كرات مثل هذه تاع هجومات معاكسة مع ملاعبي ما لعبش بالكل في مباراة اليوم، شاف كان فريشور فيزيكي اللي باش تقلق النجم الساحلي، والنجم الساحلي لازم يرد باله شوي. 70-56 مش الفارق غير مطمئن، مازال مطمئن جدا الفارق. المشكلة النجم الساحلي ما سجلش إلى حد الآن، لكن المشكل أساسا خمسة دقائق و12 ثانية ما سجل حتى سلة نجم الساحلي. المطلوب الهدوء، المطلوب 24 ثانية، المطلوب تلعب على نقاط قوتك باش تفتح عداد التسجيل. بيلي كلارك يقع احتساب السلة على البزر، الحمد لله بعد أربعة دقائق ونص سجل النجم الساحلي. خليوش الثقة ترجع للمنافس، خليوش يحلم بالكمباك. 72-56 بيلي بوني واتسون، سيدو من ثلاث نقاط، سيدو إن أند أوت ما تسجلش، ثم كالعادة الفاست بريك بيسبول باس تمريرة من سلة لسلة. رضوان سليمان، عمر الموحلي شاف أن الدفاع رجع فيسع، ما حبش يخاطر لعب 24 ثانية، خاصة وأن النجم الساحلي متقدم في النتيجة، فماش علاش باش يتسرع، خليه التسرع للفريق المنافس. النجم الساحلي يلعب سيستمات تاعو للآخر. عمر الموحلي يلعب مع زياد التومي من ثلاث نقاط، زياد التومي ما تسجلش، موجود رضوان سليمان في الالتقاط، ثم الخطأ ضد رضوان سليمان اللي فات ابو الرحمن سعد. رضوان سليمان يرتكب الخطا الثالث في رصيده الشخصي في مباراه اليوم السكه. 72-56 شنو اللي ما مشاش في النجم الساحلي الفتره الرابعه؟ طيب اللي النجم الساحلي ما لقاش توا اللعب رجون ترانزيسيون اللي هو قوه الضربه نتاع النجم الساحلي، ماناش قاعدين نشوفوا في تاتيا كره سريعه على غير الفترات الاولى والثانيه. نجم النادي الساحلي كي ما ساعدش الكره وما يلعبش اون ترانزيسيون يلقى معناها صعوبات باش يمركي، خاصه كي لقاو مكان برمضان على البنك. نعرفوا اللي رضوان سليمان يحبذ اللاعب الخارجي اكثر من اللاعب الداخلي، ما فماش كره قاعده تخلق في الداخل بالنسبه للنجم النادي الساحلي، ما فماش كونتر اتاك يجي رابيد. هذاك علاش شفنا النجم النادي الساحلي في الست دقائق خلينا نقولوا ماركا كان زوج نقاط، توجع شويه بالنسبه للفريق كما النجم النادي الساحلي والخماس اللي عنده موجودين على التيران. نتصور ان التمر هذا في وقته يلزم معنويات تاع النجم النادي الساحلي تقعد عاليه في الفتره هذه، يلزم يعرف كيفاش يكمل المباراه نتاعو يساعد في الفارق لو ممكن يساعد الفارق، اما خاصه يلزم نجم النادي الساحلي يرجع نجم رابيد تاعو يرجع لجوج ترانزيسيون باش يكمل الفتره الرابعه احسن من اللي داها. في تفاعل معنا نحيو هيثم المديسي موجود في قطر ويعلمنا انه البارح وقع حفل اعتزال ياسين اسماعيل لاعب معروف في المنتخب القطري، لاعب عنده قيمه كبيره ياسر في كل سنه القطريه، اعتزل وقيم له البارح حفل اعتزال هذا اللاعب. 72-58 14 نقطة فرق لفيت النجم الساحلي مع ابواب الماني تايم. المهم انه تقعد النتيجة ديما فوق العشرة مع الثواني الأخيرة. بيلي كلارك، بيلي كلارك ومكرم بن رمضان سجلوا نصف نقاط النجم الساحلي حسابيا، بالضبط نصف نقاط النجم الساحلي بيلي ومكرم، وهذا يفسر شوية كي يعطي استنتاجات خلال الاحصائيات انه كان لعبه داخلي اكثر النجم الساحلي. قلتلها يكونوا السنين توب سكور الفريق نتاعك لاعبيه مراكز 3 4 5 تقريبا، مكرم 4 5 بيلي 3، تفهم النجم الساحلي يلعب برشا داخل بيلي ومكرم نقطة قوة النجم الساحلي في هذه البطولة وفي هذه المباراة. ويلي كامب ينجح في الرمية الحرة الأولى. ويلي 15 نقطة 3 دقائق. ويلي كامب ينجح في الثاني، أفضل أفضل في الدقائق الأخيرة نجم الساحلي في هذه الفترة الرابعة. كرة ليالن تمشي لسيدو، سيدو حاول يتعدى بيلي ثم يقطع الكرة. عمر الموحلي
كان يتبع في الدفاع بيلي كلارك ومشى للمسانده الدفاعيه عمر الموحلي وقطع الكره وربح البوسيسيون. يخرج سيدو، يخرج سيدو طول قامه، لكن واضح انه مش يعمل برشا على اللعب الداخلي. مدرب الغرافه باش يلعب برشا على التسديد من بعيد، الدفاع الحركي والهجومات المعاكسه من خلال اخراج سيدو ادخال لاعب خارجي. رضوان سليمان زياد التومي مع هالاند، ثم ويلي كام يعمل الدرايف يمشي للسله ويسجل، ما يقعش احتساب السله، يقع اعتبار سله بعد البازر او فما خطا. لا لا استنى نثبتوا بالبدا، فما الخطا وما يقعش حساب خطا، دخول بقوه. ما نعرفش وين راه انت اصدق عطي الفني اكثر مني، اما ومش انا برك وما تحتاجش فني، لانه حتى القاعه تاع سوسه الكل نعرفوها تفهم باسكيت، والكل واضح انه ما ريتش خطا دخول بقوه من ويلي. ثبتوا مع بعضنا، يمكن ما عرفش الخطا ضد زياد على الاكرون يمكن ولا كي. المهم ما ريتش خطا الحقيقه. بيلي كلارك كالعاده موجود على الكرات الكل، بيلي موحلي، بيلي كيكدين 16 نقطة وطالب يلعب الثواني الأخيرة الكل. نجم الساحلي خلي الفريق المنافس هو اللي يعمل أخطاء ويتسرع. ويلي كامب، ويلي كامب لوحده ينجح المرة هذه، فماش خطأ سيد الحكم عدلان قول لي ما وضحش من هكا. 76 58 رجعت الأمور اللي صابها 18 نقطة، دقيقة و50 ثانية. نجم الساحلي يواصل نتائجه الجيدة والممتازة، خلينا نقولوا مش جيدة، ثلاثة مباريات ثلاثة انتصارات الكل، فارق محترم، فارق كبير في المباراتين الأولانيين، فارق جيد 76 60 إلى حد الآن.